السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة ابنائي الطلاب درس اليوم راح يكون حل نظام من معادلتين خطيتين بالتعويض للصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني نبدأ بحل فقرة تحقق من فهمك نبدأ بالمجموعة الاولى واحد الف آه المعادلتين ص يساوي اربعه س ناقص سته خمسه س زائد ثلاثه ص يساوي سالب واحد آه اولا نقوم بكتابه احدى المعادلتين آه مكتوبه بالنسبه الى س او بالنسبه الى ص فعندي المعادله الاولى مكتوبة بالنسبة إلى صاد كيف يعني بالنسبة إلى صاد يعني صاد يساوي أعطني صاد لوحدها في طرف فقيمة الصاد كاملة تساوي أربعة سين ناقص ستة نقوم بتعويض قيمة الصاد في المعادلة الثانية مباشرة بهذا الشكل إذا الصاد جاهزة كم تساوي الصاد أربعة سين ناقص ستة. نعوضها في المعادلة الثانية نقوم بكتابة المعادلة الثانية كما يلي خمسة سين كما هي ننزلها زائد الثلاثة أيضا تنزل ثلاثة صاد ماذا تعني ثلاثة صاد يعني ثلاثة ضرب صاد راح ننقل ما راح أكتب هذا الصاد هذا الصاد ما راح أكتبه راح أكتب أربعة سين ناقص ستة إذا نفتح قوس ونكتب داخل هذا القوس أربعة سين ناقص ستة نسكر القوس ونكمل المعادلة الثانية كما هي يساوي سالب واحد الآن بالنسبة إلى ترتيب العمليات إذا كان عندي أقواس نتخلص من هذه الأقواس عندي ثلاثة مضروبة في هذا القوس راح أضرب الثلاثة في الأربعة سين ثم أضرب الثلاثة في سالب ستة. النزل الخمسة سين كما هي خمسة سين ثلاثة ضرب أربعة آه. ثلاثة ضرب أربعة سين موجب في موجب يعطيني موجب ثلاثة في أربعة عشر سين بهذا الشكل. ثم بعد ذلك راح أضرب موجب ثلاثة في سالب ستة. موجب ضرب سالب يعطيني سالب. ثلاثة ضرب ستة ثمنتاش الان تخلصنا من القوس. يساوي سالب واحد. نقوم بجمع السينات. عندي خمسة سين زائد اثنى عشر سين يعطيني سبعة عشر سين ناقص ثمنتاش يساوي سالب واحد. ثم بعد ذلك نقوم باضافة آه موجب 18 للطرف للتخلص من هذه معادلة ذات خطوتين موجب 18 موجب 18 خط الجمع آه سالب 17 ينزل إلى الأسفل موجب 18 مع سالب 18 يروح صفر يساوي آه سالب واحد مع موجب 18 دين واسترداد 18 اكبر 18 ناقص واحد يساوي 17 اذا نقسم الطرفين على عامل السين 17 17 اذا قيمة السين تساوي 17 على 17 واحد بعد ذلك نقوم بتعويض هذا الواحد اذا قيمة السين واحد في احد المعادلتين نعوض في هذه الاولى نقول له الصاد تساوي أربعة كم طلعنا السين واحد أربعة ضرب واحد ناقص ستة أه نقول له الآن أربعة ضرب واحد نبدأ أولًا بالضرب أربعة ناقص ستة صغير ناقص كبير يطلع بالسالب سالب اثنين أربعة ناقص ستة يساوي سالب اثنين إذا نظام الحل هو كما يلي الحل اول شيء نكتب س واحد ثم نضع فاصله ونضع قيمه الصاد كم قلنا سالب اثنين هذا بالنسبه الى المساله واحد ألف ننتقل الان الى المساله الثانيه آه لازم تكون آه احدى المعادلتين مكتوبه بالنسبة إلى س أو ص عندي هذه الثانية مكتوبة جاهزة ص تساوي ثلاثة س زائد عشرة. راح نعوض قيمة الصاد في المعادلة الأولى. مثل ما سوينا في سؤال واحد أ. سيكون كما يلي نكتب المعادلة الأولى كما هي اثنين س زائد خمسة بدل الصاد بدل هذه الصاد نكتب نفتح قوسين ثلاثة سين زائد عشرة نسكر القوس يساوي سالب واحد ثم بعد ذلك اثنين سين كما هي زائد خمسة ضرب نضرب الخمسة في الثلاثة سين ثم الخمسة في العشرة يصير عندي خمسة ضرب ثلاثة موجب خمسة عشر سين ثم خمسة ضرب عشرة زائد خمسين يساوي سالب واحد نقوم الآن بجمع السينات جمع السينات يعطيني اثنين سين زائد خمسة عشر سين سبعة عشر سين زائد خمسين يساوي سالب واحد معادلة ذات خطوتين نضيف المعكوس الجمعي للثابت سالب خمسين للطرفين بهذا الشكل خط الجمع الموجب سبعة عشر س تنزل موجب خمسين مع سالب خمسين صفر يساوي سالب واحد مع سالب واحد سالب خمسين يساوي سالب واحد وخمسين نقسم الطرفين على عامل السين 17 17 على 17 س يساوي سالب على موجب يعطيني سالب 51 قسمة 17 فيها ثلاثة لأن عندي سالب ثلاثة ضرب 17 يعطيني سالب 51 نقوم بتعويض قيمة السين في المعادلة الثانية هذه اللي جاهزة نقول لها صاد يساوي ثلاثة في هذه طبعا في الثانية نعوض ثلاثة سين يعني ثلاثة ضرب سالب ثلاثة زائد كم عشرة بالنسبة لترتيب العمليات الأولى الضرب ثم وين ثم الجمع ثلاثة ضرب سالب ثلاثة موجب في سالب يعطيني سالب سالب كم تسعة زائد عشرة هذا الآن جمع انت مديون ب ريال وعندك عشرة ريال، بتدفع اللي عليك الدين يبقى عليك ريال يبقى عندك ريال واحد، يعني موجب واحد. اذا بيكون نظام الحل اول شيء نكتب له س سالب ثلاثه ثم موجب واحد الى الصاد. هذا بالنسبه الى آه نظام آه حل المعادلة واحد آه ب إذا نظام حل هذه المعادلة هو سالب ثلاثة مع موجب واحد ننتقل الآن إلى آه تحقق من فهمك المجموعة الثانية اثنين ألف آه هنا طبعا عندي أربعة سين زائد خمسة صاد يساوي 11 آه وعندي صاد ناقص ثلاثة س يساوي سالب ثلاثة عشر ما عندي أي معادلة بالنسبة إلى س أو بالنسبة إلى ص نبحث عن العامل اللي يكون المتغير العاملة هو واحد العاملة واحد هذا هو الصاد واحد صاد فنجيب هذه المعادلة بالنسبة إلى صاد أقوم بنقل هذا الحد إلى الطرف الثاني اذا نقلنا سالب ثلاثه س للطرف الثاني نغير اشارتها فبتكون عندي المعادله ص على طول اكتب يساوي هنا عندي سالب ثلاثه عشر اذا نقلنا سالب ثلاثه س الى اليسار راح تصير موجب ثلاثه س وهذا انزله كما هو سالب ثلاثه عشر الان اعوض عن قيمه الصاد هذه في وين في المعادلة الأولى هذه نعوض عنها في هذه الأولى فرح أقول لي طبعا أربعة سين أربعة سين زائد خمسة ما نكتب الصاد هذه كم نكتب ثلاثة سين بين قوسين ثلاثة سين ناقص ثلاثة عشر يساوي إحدى عشر آه، ثم نقوم طبعا بفك هذا القوس بضرب الخمسة في الثلاثة وفي الثلاثة عشر فبيكون عندي طبعا الأربعة سين ننزلها كما هي بدون أي تغيير أربعة سين خمسة ضرب ثلاثة زائد خمسة عشر سين آه، ثم نضرب موجب خمسة في سالب 13 موجب في سالب يعطيني سالب خمسة في ثلاثة عشر خمسة وستين يساوي احداش ثم نجمع السينات أربعة س زائد عشر سين يساوي تسعة عشر سين آه ناقص خمسة وستين يساوي احداش هل يوجد طريقة ثانية آه بدل آه ما أضيف المعكوس الجمعي نعم هذا طبعا ننقله إلى الطرف الثاني إذا نقلنا الخمسة وستين السالب يتحول إلى موجب يصير عندي تساطعش سين يساوي احدعش زائد خمسة وستين مباشرة فأقول له تساطعش سين يساوي احدعش زائد خمسة وستين يساوي ستة وسبعين ستة وسبعين قسم الطرفين على تسعة إذا هنا السين تساوي العدد اللي أضربه في تسعة عشر يعطيني ستة وسبعين هو أربعة إذا قيمة السين تساوي أربعة نقوم بتعويض قيمة السين في هذه المعادلة اللي احنا أساسا كتبناها بالنسبة إلى صاد فنقول له طبعا صاد يساوي ثلاثة ضرب س السين اربعة ناقص ثلاثة عشر اذا نضرب اول ثم نطرح. ثلاثة ضرب اربعة اثنى عشر ناقص ثلاثة عشر يساوي سالب واحد. اذا قيمة الصاد سالب واحد. اذا نظام الحل نقول له الحل هو اربعة مع سالب واحد. هذا هو نظام الحل ننتقل الآن إلى تحقق من فهمك اثنين ب في البداية نشوف المعادلة الأولى س ناقص ثلاثة ص يساوي سالب تسعة خمسة س ناقص اثنين ص يساوي موجب سبعة نبحث عن متغير عامله واحد هذا هو السين ونكتب المعادلة الأولى بالنسبة إلى سين يعني سين كم تساوي راح أنقل أقول له هذه المعادلة الأولى سين راح أنقل سالب ثلاثة ص إلى اليسار إذا نقلته يصير بالموجب يصير ثلاثة صاد والتسعة ناقص تسعة كما هي فآخذ قيمة هذه السين وين نعوض هذه السين نعوضها في المعادلة الثانية هذه مكان السين فأقول له خمسة ما نكتب السين نكتب ثلاثة صاد ناقص تسعة ناقص نكمل نكمل هذه القيمة ناقص اثنين صاد يساوي سبعة ثم نقوم بفك هذا القوس خمسة ضرب ثلاثة خمسة عشر صاد ناقص خمسة في تسعة خمسة وأربعين ناقص 2 صاد يساوي 7 الآن طبعاً راح نجمع الصادات 15 صاد ناقص 2 صاد يساوي 13 صاد ناقص 45 يساوي 7 ننقل 45 إلى الطرف الثاني صير عندي 13 صاد يساوي 7 زائد 45 أه نجمعهم الآن 13 صاد يساوي 7 زائد أه 45 52 قسم الطرفين على عامل الصاد 13 وهذا 13 إذن الصاد تساوي 52 قسمة 13 يساوي 4 لأن 4 ضرب 13 يساوي 52 نقوم بتعويض قيمة الصاد في هذه المعادلة اللي احنا استنتجنا هذه المعادلة نقول له س يساوي ثلاثة ص ناقص تسعة يساوي نضرب مكان الصاد نضع أربعة ناقص تسعة نضرب ثم نطرح ثلاثة ضرب أربعة يساوي عشر ناقص تسعة يساوي ثلاثة إذا قيمة السين تساوي ثلاثة نظام الحل أول نكتب طبعا السين ثلاثة ثم الصاد كم أربعة هذا بالنسبة لنظام الحل لنظام المعادلات اثنين باء ننتقل الآن إلى أه... تحقق من فهمك المجموعة الثالثة حل كل من النظامين الآتيين مستعملا التعويض نبدأ بثلاثة ألف طبعا هذه جاهزة قيمة الصاد نعوضها في وين في المعادلة الأولى فنكتب الأولى اثنين سين ناقص نفتح قوس اثنين سين نعوض هذه القيمة بدل ما نكتب الصاد نكتب اثنين سين ناقص ثلاثة يساوي ثمانية بعد ذلك طبعا كيف نفك هذا القوس لا ننسى ان في عندي خارج القوس اشاره سالبه يعني اضرب سالب واحد في اثنين سالب في سالب شوف الان بتتغير الاشارات لداخل القوس فننزل اثنين سين كما هي سالب واحد في اثنين سالب اثنين س لازم ننتبه الان سالب ضرب سالب يعطيني موجب هنا طبعا واحد ضرب ثلاثة يصير ثلاثة يساوي ثمانية نجمع السينات، شوف الآن، طبعًا هنا آه اثنين سين ناقص آه اثنين سين يروحوا مع بعض، يبقى عندي ثلاثة يساوي ثمانية، طبعًا الثل... آه... الثلاثة لا تساوي الثمانية، هنا في هذه الحالة إذا يطلع عندي عددين مو متساويين، هذه طبعًا مو متساويين، هنا نقول لا يوجد حل للنظام على طول نقول لا يوجد حل للنظام إذا طلع عندي عددين متساويين يوجد عدد لا نهائي من الحلول لكن إذا يطلع عندي عددين ثلاثة مع ثمانية تسعة مع سبعة أي عدد آخر مو متساويين هنا وإن السينات والصادات نقول عنه لا يوجد حل لهذا النظام هذا بالنسبة إلى سؤال ثلاثة ألف نشوف الآن ثلاثة ب آه، ثلاثة باء طبعا لازم الآن آه، نطلع أح إحدى المعادلتين آه، بالنسبة إلى سين أو صاد نأخذ هذه مثلا الأولى هذه الأولى طبعا ما في عامل واحد هنا أربعة هنا ثلاثة ثمانية ستة فنأخذ هذه الأربعة حق السين نقول له طبعا آه، أولا راح ننقل سالب ثلاثة للطرف الثاني يصير عندي أربعة سين يساوي أنقل سالب ثلاثة صاد للطرف الثاني تصير بالموجب زائد كم واحد ثم طبعا نقول له هنا قسمة أربعة قسمة المعادلة كلها على كم على أربعة بهذا الشكل هنا هذه بتروح هي بعض أربعة على أربعة يصير عندي قيمة السين تساوي ثلاثة على أربعة صاد زائد ربع هذه قيمة السين من وين جبناها هذه استنتجناها من المعادلة الأولى طبعا راح أعوضها في وين في الثانية في هذا المكان ونكتب إليه الآن آه ستة صاد ناقص ثمانية نشيل السين نحط مكان هذه السين نحط هذا المقدار الكامل ثلاثة على أربعة صاد زائد واحد على أربعة يساوي سالب اثنين بهذا الشكل ثم نقوم الآن بعملية الضرب والقسمة في نفس الوقت هنا نلتفت طبعا إلى هذه الخطوة ستة صاد ناقص ثمانية ضرب ثلاثة كم يساوي ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين أربعة وعشرين قسمة أربعة ستة هنا عندي سالب ستة صاد واضحة هذه النقطة ثم نضرب سالب في موجب سالب في موجب يعطيني ماذا سالب ثمانية ربع الثمانية اثنين يعني واحد ضرب ثمانية ثمانية قسمة أربعة كم اثنين يساوي هنا عندي أيضا سالب اثنين بهذا الشكل ثم نجي الآن نجمع الصادات ستة صاد ناقص ستة صاد يروحوا مع بعض يبقى عندي سالب اثنين يساوي سالب اثنين في هذه الحالة إذا طلع عندي عددين متساويين سالب اثنين هنا يكون نظام الحل عدد لا نهائي من الحلول نقول له يوجد عدد لا نهائي من الحلول هذا بالنسبة إلى وين فقرة ثلاثة بقى. إذا يطلع عندي مثل ثلاثة ألف عددان غير متساويان نقول له لا يوجد حل للنظام إذا وجد عندي عددان متساويان يعني حذفت المتغيرات السينات أو يكون يوجد له عدد لا نهائي من الحلول إذا عددان متساويان هذا بالنسبة لهذه المجموعة ننتقل الآن إلى آه الفقرة الأخيرة من تحقق من فهمك مسألة الرياضة مجموع النقاط التي سجلها فريقان في إحدى المباريات كرة اليد فريقان مجموعهم آه النقاط لإليهم 31 نقطة الفريقان طبعا نرمز إليهم بأي رمزين ألف باء أو سين صاد أو ما إلى ذلك من المتغيرات وهو قال لي مجموع كلمة مجموع يعني سين زائد ص إذا يكون عندي سين زائد صاد يساوي واحد آه وثلاثين. إذا الفريق الأول سين، الفريق الثاني ص مجموعهم واحد وثلاثين نقطة. آه فإذا كان عدد نقاط الفريق الأول يعني السين يساوي خمسة فاصلة اثنين من عشرة أمثال. كلمة أمثال يعني ضرب. عدد نقاط الفريق الثاني. يعني س يساوي خمسة لأمثال اثنين يعني ضرب ضرب ماذا الفريق الثاني اللي هو صاد على طول بهذا الشكل الآن هنا عندي جاهزة لي فما عدد نقاط كل فريق يعني كم قيمة سين وكم قيمة صاد هنا طبعا جاهزة عندي طبعا قيمة السين جاهزة هذه هي السين راح أعوضها في وين في هذه المعادلة بدل ما أكتب السين أكتب خمسة فاصلة اثنين صاد زائد صاد يساوي واحد وثلاثين فطبعا راح أجمع هنا عندي عامل الصاد خمسة فاصلة اثنين وهنا عامل الصاد كم واحد غير مكتوب فكم نكتب إليه هنا طبعا نكتب إليه ستة فاصلة اثنين صاد يساوي واحد وكم وثلاثين هذا هو المجموع الآن فإحنا الآن عوضنا طبعا مكان آه السين بهذه القيمة طبعا راح نشوف الآن آه القسمة راح نقسم على ستة فاصلة اثنين وهذا نقسم على ستة فاصلة اثنين بهذا الشكل آه نضرب هذا طبعا في عشرة وهذا في عشرة ليش طبعا؟ علشان نتخلص من الفاصلة الموجودة عندي هنا يصير عندي ثلاثمئة وعشرة وعشرة قسمه <hesitation> اثنين وستين. نجي الآن للقسمة المطولة هنا بتكون عندي قيمة الصاد يعني كم نقطة؟ نشوف الآن هنا نقول له ثلاثمئة وعشرة قسمه اثنين أه، وستين. نشوف الآن كم يوجد بها، كم تتكرر يعني ثلاثمية وعشرة كم اثنين وستين فيها؟ أه، خلنا نجرب الخمسة مثلاً. إحنا نأخذ ثلاثمية وعشرة كاملة. خمسة ضرب اثنين وستين نجربها الآن. خمسة في اثنين عشرة واحد باليد خمسة في ستة ثلاثين مع واحد. واحد يعني بتكون كاملة إذا هنا بيكون خمسة ضرب اثنين وستين ثلاثمية وعشرة إذا بيكون قيمة الصاد الفريق الثاني سجل خمس نقاط راح نعوض هذه قيمة الصاد في المعادلة الأولى س زائد صاد يساوي واحد وثلاثين نعوض عن الصاد هذه بكم بالخمسة إذا نقول له س زائد بدل الصاد خمسة يساوي واحد وثلاثين راح أنقل الموجب خمسة إلى الطرف الثاني يصير سالب خمسة يصير عندي س يساوي واحد وثلاثين ناقص خمسة يساوي ستة وعشرين إذا الفريق الأول سجل ستة وعشرين والفريق الثاني خمس نقاط ستة وعشرين نقطة هذا بالنسبة إلى عدد النقاط نجمعهم خمسة زائد ستة وعشرين يساوي واحد وثلاثين نقطة للتأكيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته